حومة الحومة عامرة بكم انتوما بالدرجة الأولى. الناس اللي تسمعوا فينا على إكسبريس اف ام سواء على بوند اف ام وإلا على الفيسبوك نجموا تتابعونا اون ديريكت لايف على الباج اوفيسيال فيسبوك الحومة عامرة. زادة بولاد الدار وليد اسلام وبير مرحبا بكم معنا في الإخراج عليا باشا. نستضيفوا اليوم في ولاد الحومة شخصية ما نحبش نقول مثيرة للجدل مي كي نو لاس بيرسون انديفيرون كي نقولوا اسم سليم شيبوب يظهر لي في تونس وحتى في خارج تونس من الصعب كان يكون الإنسان نوتر مع شخصية كما سيد سليم شيبوب. صحة شريفتك سليم. يعطيك الصحة. مرحبا بك. عايشك بارك الله فيك. هو المكان هذايا تقريبا 6 شهر التالي كنت متواجد فيه في تقريبا نفس الظروف مع اختلاف في النتيجة تنرجع له بأكثر تفاصيل. نفس الظروف نهائي بطولة أفريقيا يبقى أنه النتيجة كانت إيجابية في المغرب وكانت إيجابية من حيث الأداء في مصر لكن من حيث النتيجة كنا متأخرين وكذا لكن نفس الفترة نفس التوقيت نفس ترجعوا نحكيوا على بعد نهار بالماتش اليوم تو بعد 3 ايام بعد 3 ايام ابد نقولوا كان اي جوستمون احنا اليوم 72 ساعه تقريبا بعد الماتش و 72 ساعه قبل الماتش روتور دونك اليوم افيك دي ريكول قاعدين نجم نقولوا هضمناه ماتش للي وبدينا اكثر نخمو في ماتش الروتور باش نرجعوا على النتيجه. هل انه سكور بييج بالنسبه للالي ولا لا نتيجه 1-1 صحيح كانت تكون خير النتيجه لكن زاده كانت تنجم تكون اسوء اتنرجع باكثر تفاصيل في هذايا باش نحكيوا على حرب الاعصاب انا نسميها ويمكن بعد توسي سليم يدخل اكثر في التفاصيل اللي بدات من طرف سواء الاعلام المغربي والا الجماهير المغربيه وخاصه نادي الوداد المغربي. وسي سليم شيبوب شاتينا شنو هي رؤيته وشنو هي قراءته للمانوفر هذوما على خاطر حكينا شويه في الاوف واعطاني شويه هكا رايه في الموضوع تو ناخذوا اكثر تفاصيل باش نحكيوا على الجمهور ودوره الكبير سواء في لقاء الذهاب اللي بصراحه خلى اون بريستاسيون ميمورابل جمهور الترجي نحكيوا زاده على دور الجمهور في مباراه العوده اللي باش يكون مهم ومهم جدا وفما حتى اخبار على ما نعرفش امكانيه غلق الفيراج بالنسبه للفينال هذا تو نزيدوا نحكيوا فيه اكثر تفاصيل في برنامجنا. التحكيم ما نجموش ما نحكيوش على التحكيم سواء بالنسبه للقاء الذهاب والا لقاء العوده هل أنه زاد استفزاز من الكاف تعيين بكاري قسما في على أرضية الميدان وسيكازوي في الفار هذايا زوز حكام سبق كانوا الترجي رفضهم بصريح العبارة للذهاب والإياب يلقاهم الاثنين معينين في مقابلة الحسم في رادس نهار الجمعة مع 10 متاع الليل حاجات تنجم تأثر شوية على تركيز الفريق بالنسبة للدور النهائي. باش نبداو توتسويت فاصل قصير باش نبداو مع نتيجة لقاء الذهاب توتسويت مع ضيفنا سيد سليم شيبوب الرئيس الأسبق لنادي الترجي الرياضي التونسي. ولاد الحومة نبدأ دونك على المقابلة متاع الذهاب. الترجي لعب يظهر لي بشهادة الجميع مقابلة ممتازة تكتيكيا بدنيا اللي كان ناقص بالنسبة لمقابلة الذهاب يظهر لي فما إجماع كونه الترجي كان ينجم يقتل المقابلة في وقت خاصة بعد الورقة الحمراء متاع قائد فريق الوداد وهذايا اللي ما صارش لكن في النهاية نتيجة 1-1 يمكن اعتبارها إيجابية. هل تعتقد كونه سيتان سكور بييج سيسلي؟ بارك الله فيك المقدمة هذه ثرية شوف ثرية برشا دسمة وتعرف في رمضان الواحد يخفف من المفروض قلبي ما بيزي ميسير نجم تفرهد شوف احنا نلعبوا في دور نهائي والأدوار النهائية كذلك في البطولة في الكاس المباراة هذه تتربح ما تتلعبش أنا المردود ما يعني لي حتى شيء في دور نهائي المردود ما يعني ليش الحاجة الهامة هي النتيجة نجم نعدي مباراة كبيرة وننهزم لكن التاريخ شبيس يسجل أني خسرت في الدور النهائي ونلعب مباراة متوسطة ونكون فيها محظوظ ونسجل تاريخ باش يسجل اللي الترجي فاز بالبطولة الأفريقية. باش نرجع لمباراة الرباط في اعتقادي انا تعلمت حاجة من توني
يقول فو با افوار دو روغري. ماتش كي يتعدى كان عندك حاجه بتعملها في وقت الماتش تفضل، ما اذا مقتنع بها امشي، ما تجيش بعد الماتش تقول والله كارني عملت كذا ولا خرجت كذا ولا لا. احنا الماتش هذا يدخل في طي التاريخ مش على روح. لعبنا مباراه محترمه جدا، وانا شخصيا فوجئت بالتمركز نتاع الفريق، فوجئت بالمستوى، فوجئت بالخبره اللي اكتسبتها المجموعه هذه، ولا تعرف تسافر مليح وماهوش غريب على الناس كل الترجي توا 3-4 سنوات المجموعه هذه مع بعضها، بطوله افريقيا، الكاس العربيه في الامارات، كاس العالم مره، كاس العالم 2 قبل. فبالتالي لي زونجو ما عادش يخوفونا، جمعية معناها رزينة برشا ولات وكذا. عملنا مباراة محترمة ضد منافس محترم، ربما ضخمناه أكثر من اللزوم، ما شفتش حاجة كبيرة. وأكبر دليل على ذلك أن احنا سجلنا وكان بالإمكان بعد 1-0 الله أعلم معناها كان كنا نجمو نجازفو ولا نكتفي بهذاك. انا اللي تهمني النتيجه. لا سيستيم عاجبنك باش قلنا شنو كان لازم يتعمل الموسى اما هكا ولا هكا. والله شوف يزمك تكون في مكان المدرب، ويزمك تكون على بينه بالقدره نتاع الملاعبيه اللي باش تدخلهم جاهزين. مالوريزمون الزوز الملاعبيه اللي نجموا نعملوا بهم الديفيرينسا معناها نظريا زوز راجعين من بليسور، تخنيسي والهوني والهوني، واحد منهم تحت قلت الانذار الثاني. مهاجمين النجموا يتحكموا في اعصابهم باش ما ياخذوش الانذار، لكن المدرب هذوكم نتاع 25 مينوت ولا نتاع 5 دي مينوت باش يحضرهم للماتش رتور، الا المدرب هو يعرف اش عنده. ولذا انا نحكم على البريستاسيون ككل نتاع المجموعه ومتاع الاطار الفني وكذلك نتاع الجمهور. قيمة الجمهور هذاك اللي يتنقل مع الفريق، وقيمة الجمهور اللي يساند، وقيمة الجمهور اللي يسكت 50,000 هذيك راهي زادة تعطي للاعب شحنة كبيرة 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 برشا. إذا أنا أكثر من اللي راضي، معناها النتيجة هذيك لو كانت تقول لي قداش تدفع على الماتش هذاك انا نقول لك الميزانيه نتاع الترجي خذوها قبل الماتش، اعطيني انا بعد الماتش جو با بوار دو روغري. بعد الماتش اللي حصل اللي حصل جوروتيان حاجات سلبيه اللي خذينا 3 افيرتيسمون، وجوروتيان ان اسبري دو جروب كبير برشا، فريق يجري فوق الميدان مباراه كامله، الملاعبيه اللي دخلوا اعطاو وشفتوا معناها الهوني سور اون اكسيليراسيون الى يفاسي توت لا ديفونس، معناها في اول لمسه الكره اليوم معين عنده معناها ورقه المباراه العوده. كما قلت معناها كل من حمل اسم الترجي في المغرب، مسؤولين، لاعبين، اطار فني، احباء، شرفوا اسم الترجي ووراوا اللي بالفعل الترجي غول افريقيا. ما يخفيك سي سليم احنا في بلاد اللي فيها قداش احنا 11 مليون مدرب، ويظهر لي عنا تو 3 ايام نسمعوا في برشا تحاليل في اتجاه كارو خرج كارو دخل كارو عمل كارو عمل. انت تو كنت تحكي على يفو سوميتر في بلاصه المدرب الانستونتي في الوقت هذاك، انت في بلاصه معين الشعباني هل كنت تغامر؟ معناها نحطوا اللي انت تعرف شنو جاهزيه الملاعبيه اللي عندك على البقى. كان عندي ملاعبيه جاهزين، كان عندي انا ملاعبي معناها الخنيسي اون كونديسيون قاعد يلعب، لكن الاختيارات الفنيه والتكتيكيه خلتني نحطه كورقه على البنك يمكن نجازف به، لكن مش هذا الاصل. الاصل الخنيسي روفيان دو بليسور وبار نيمبورت كيل بليسور، سي بليسور ميسكولير. الهوني معناها كان ينجم يبطل كورة حياته كاملة في صحيح التدخل متاع ماتش مازيمبي. إذن شركهم باش خمم على مباراة العودة. علاش ما هاجمش؟ ربما لو كان هاجم وكلابونتو
علاش ما روحناش بواحد واحد وعلاش المجازفة وعلاش نكبروا في كروشنا. دونك شوف المتفرج فارس، أنا يعني 15 عام على بنك الترجي نسمع أشياء لكن مجانبة للواقع، تسمع ناس تتكلم وتحكي ما عنديش علم من برا مش من داخل. صحيح اون جينيرال الحقيقة تبدأ من داخل مش من برا. الحقيقة أنا نعتقد وأنه راضين كل الرضا على مردود الفريق وعلى اختيارات الفنية وعلى الاختيارات التكتيكية، وتوا عنا شوط ثاني. باه قبل ما نمشيو للشوط الثاني سي سليم، حكيت على المنافس، قلت كاين اعطيناه اكثر شويه من حجمه اللي ظهر في مقابله الذهاب، انه فريق الوداد ظهر هجوميا ماهوش بالخطوره اللي صورناها، دفاعيا يمكن ما يمكنش الحكم عليه بصفه قاطعه بما انه لعب جزء هام المقابله بعشرة ملاعبية، لكن الفريق ككل بصراحه نعطيك راي شخصي من المفروض ما نقولوش، يا اون كلاس ديكار ما بين الزوز فرق نهار الجمعه. الفايت شكون؟ الفايت الترجي. معناها فما فريق يلعب في مستوى معين، فما فريق المنافس اقل بمنتهى الصراحه. لهذا السبب لما نحكم على ما شاهد يوم المباراه وكان اعطينا قيمه اكثر من لزوم الفريق الوداد، مع العلم مع العلم في تكهناتي انا كان فريق سان داونز ماخذ نسبه كبيره باش يفوز هو بالبطولة، عنده فريق كبير ويلعب في كرة سهلة وكرة هجومية. فريق الرجاء الفريق الوداد كازابلانكا أزاح سان داونز، معناها صمد 90 دقيقة في سان داونز في ظروف اللي عطات للأهلي خمسة. سمحت سي سليم تفاعل معك زيادة، الوداد ما شفت قبل ولا ماهوش هذاك مستواه، قول انت سان داونز قال لي اسوء مقابله أيه. قدمها الوداد في 4 سنين. انا هو اللي لعبت بضد لاسبيرانس ربما أيه. انا قلت انا نحكي على المباراه نتاعنا، هبطنا وكانه كان كنا نهابوا شويه الوداد وقرينا لها حساب اكثر من اللزوم، لكن لما مارسناها فوق ارضيه الملعب والوقفه نتاع الملاعبيه خصوصا بدون شك، احنا مش بالكلام ولا بالالوان نتاعنا، ثم رجال فوق الملعب ثم خطه تكتيكيه ثم اختيارات، الاختيارات هذيك حسب شنو؟ حسب المنافس اللي قدامنا، نجمنا نشلو الحركية متاع الفريق وسيطرنا. يبقى أن الفريق هذا ورى وجه في السابق مغاير على مباراة الترجي هذا على الوجه اللي في السابق سي سليم 2017 نذكر لك تصريح يظهر لي في كاب اف ام، كان ذكرتي ما تخنيش، قلت اللي قبل ما ندخل وقتها لفاز ديبول قلت لي الوداد باش يفوز بالبطوله ايه؟ 2017 تعتقد كون الفريق هذا انا من تحت ايديهم يعني نشوف راني يا خويا لا علاش قلت انا الوداد، لان شفت فريق متكامل هجوم عنده حارس مرمى كبير عنده دفاع، دونك وقتها الفريق اقوى من توا، اقوى اللي شفته انا أقوى من الفريق اللي شفته في مباراة الترجي، خلينا نحدد نسب الأمور. لكن وقت اللي تشوف الوداد يربح هدف لصفر، يعني نتيجة أضعف نتيجة ممكن تتحصل عليها مع سان داونز، اللي سان داونز يربح بالثلاثة بالأربعة بالخمسة ضد الفرق الكبار، جندوني باشير لابو دي وداد في سان داونز، لكن مشاو ومنظموا رواحهم ورجعوا بس فرق عملوا دوزة في الليل. هذا شو اللي خلينا، هذا خلينا ردوا بالنا في مباراة العودة وما نستسهلوش الخصم، ما نستسهلوش المنافس، لا جمهور ولا صحافة، باش ما نأثروش على التحذيرات النفسية متاع الملاعبية ومتاع الإطار الفني بتاعنا. باش نواصل مع الوداد، الوداد المعروف كونه قوته في دفاعه أو على الأقل في وقت اللي يقبل اللعب، وبالتالي يمكن لا كونفيغوراسيون نتاع ماتش الماتش اللي يمكن ما كانتش في صالحه، تعتقد كونه مقابله الاياب الوداد ينجم يكون بلوز اليز وهو يقبل في اللعب اذا كانوا باش يقبل اللعب، يعني في دمه هذه كلها استنتاجات معناها وقراءات ما تعرف اللي يحسب يفضل له هو توا كان هما يخموا اللي احنا باش الاربيتر زفر احنا باش نقزوا عليهم ابدا لا احنا نعرف اللي المدرب النتيجة هذيك 1-1 لصالحنا، مثلا حتى داعي باش نلعبوا ضد الوقت، هما يلعبوا ضد الوقت مش احنا نلعبوا ضد الوقت،
احنا نعملوا اختيارات ذكية ونحلوا المباراة متاعنا، البداية متاعنا نردوا بالنا نشوفوا، ويلزمنا برشا صبر كما مباراة الأهلي. مباراة الأهلي معناها قسمناها وجزأناها وبشوية صبر بنينا الهجوم وما الانتصار، وما يلزمش الجمهور متاعنا يكون متسرع ولا يولي يزفر بعد ربع ساعة إذا نقبلوا شوية لعب ولا نخسروا كورة في التوش ولا ما رقلقوش. الانتصار يتبنى بالوقت وعلى امتداد 90 دقيقة نجم، وإحنا ندفعوا بالفريق المغربي باش ياخذ هو يجازف باش هو ياخذ المخاطر، وقتها احنا عنا امكانيات وعنا لاعبين قادرين يتأقلموا مع الهجمة السريعة ولا مع الهجمة المرتدة. فهمتني؟ احنا ماناش باش يزفر الاربيتر باش نطبسوا روسنا نرميوا احنا في ديزيومات، شنو اللي يزرب فينا؟ حتى شيء يزربنا. على كل هذه اختيارات تكتيكية، عنا نتيجة ملموسة في يدينا 1-1 لفايدتنا، كل اللي زاتو في يدينا ان شاء الله تتضافر كل الجهود مع بعضنا باش نحقوا الفوز هذا. وكان تتذكروا اكيد تتذكروا فينال عمناو ضد الاهلي في دقيقة 45 سجلت الترجي بعد ما قدمت واحد من أسوأ الأشواط. نعم. في المسيرة ككل، وهذاك الهدف اللي غير مجرى المباراة. نعم. ونتذكروا الناس الكل كيفاش رغم اللي المردود كان في الشوط الأول أقل من المتوسط، لكن الجمهور ما سكتش وما سلمش. نحب نعمل انتور دو تابل ناخذ رايكم الاولاد. نبدا معك وليد، قراءتك في 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 دقيقه الماتش الذهاب. الوغ انا نذكر حكينا على شيفر نهار الخميس اللي فات وقلنا يافي ينيغاليتي كازي بارفيت بينات لي دو زيكيب. الحاجه اللي ما شفناهاش برشا الحق نهار الجمعه ورينا مومون ترجي يعني خذيت معناها وسط الميدان سورتو بعد الورقه الحمراء هذيك بوتيتر لو سول ريغري. خاطر قلنا وقتها يافي وليد معنا كل شيء، قلنا اون سومال هكا اون تيت كلكو سنتيمتر ان ديتاي يقلب ماتش كومبليتمون. ويافي لو ديتاي تاع الورقه الحمراء اللي ترجي ممكن كانت نجم تقتل. اما الحاجه اللي عجبتني الكلام تاع خليل شمام جوست بعد الماتش، نحسوا ترجي اليوم عندها روتور سور اكسبيريونس مع توت لي فينال اللي تلعبوا، اللي قال ما نختاروش معناها 1-1 حسب رايي انا احسن نتيجه باش يقعد هكا التركيز 1000% ويقعد هكا الضغط وكالشد العصبي باش نجموا نلعبوا معناها ترجي تلعب بالدي في الروتور. اسلام، هو نتيجة اكيد انها باهية 1-1 خرج الميدان. يبقى السؤال معناها هل انه معين كان مطالب بالمجازفة بعد ما خرج لاعب من وداد ورقة حمراء؟ هذا ما نجم يجاوب عليه حتى حد كان بعد مقابلة الاياب اللي بتأكد هل انه ترجي كان نجم يقتل المقابلة في المغرب ويحسم اللقب من المغرب باعتبار كان نجم يجازف اكثر، والا لا بعد يعتبر معين صحيح اللي قام به وحاول يخلي ليكيليبر بين الديفونس والهجوم تاعه. وكان تذكر تصريح معين بعد ماتش الوداد فكرني في تصريحه بعد ماتش مازيمبيلا اللي الناس كل كانت متحسرة على تضيع الفرص، وهو قال واحد بلاش ونمشي غادي نعرف شنو باش نعمل بالضبط خير من اللي نربح 2-3 ونمشي يمكن بأقل تركيز. هو كي نشوفوا المقابلة في الشوط الأول 11-11 بين الوداد وبين الترجي، فما فريق كهو كان في الميدان ديجا، فما تسديدة وحيدة غير مؤثرة للوداد، معز كان في 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 راحة في إجازة، صحيح في إجازة في الشوط الأول. اختيارات بعد، ولكن الهدف وصلوا الاسبيرونس معناها اوبجيكتيف حتى خلينا نقول الاسبيرونس تمشي تسجل هدف في المغرب وكنت نجم تسجل هدف ثاني وينتهي تنتهي المقابله من ماتش ذهاب. كما قال وليد كما قال اسلام، ممكن نتيجه 1-1 تخلي الناس كل ساقين على القاع، فما ماتش رتور ذكريات الاهلي مش بعد برشا، دونك الاسبيرونس تلعب مقابلتها اللي هي في قدام جمهورها باش تربح المقابله وان شاء الله اللقب الرابع. باش نرجعوا نحكيوا على التشكيله اللي ممكن تلعب في الرتور، الغيابات لان غيابات نجم تكون مؤثره خاصه في مركز حراسه المرمى اللي الى حد الان الشك مازال ما بين رامي جريدي وعلي جمل بالنظر لاصابه رامي جريدي على ما يبدو، والاغلب باش يكون علي جمل في حراسه المرمى. باش نحكيوا في اكثر تفاصيل على موضوع المقابله نتاع الاياب، باش نحكيوا زاد على التحكيم، تحكيم سواد ذهب، حكينا على جريشة، حكينا على جريشة نعرف باش نحكيوا على قسما زاد في الروتور.
ما ننساوش زادة باش نحكيه على الجمهور، على خاطر فريمو الجمهور قدم عرض كبير نهار الجمعة في الرباط، ودائر شفت بليزيور فيديو من مغاربة اللي العرض متاع جمهور الترجي ممكن أبهرهم بالحق، خاطر بصراحة كان عرض كبير ومن مستوى راقي وراقي جدا. أنا شفت صورة الحكم المساعد اللي ظهر لي جاته أحسن صورة في تاريخه. رجعين بعد فصل قصير مواصلين معكم في أولاد الحومة، ضيفنا سي سليم شيبوب وليد هلالي وسلام المدب وبيرم الكنيسي حاضرين معنا في الاستوديو حتى نص الليل. أولاد الحومة إكسبرس اف ام، تزيد في القيمة. عشدي صحاب الاشدي مرحبا. 194 عضو متاع الـ OMS، لوغانيزاسيون مونديال